بالرغم من استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وبالرغم من الأزمات المتتالية من ضمنها أزمة السيولة ونقص الأوراق النقدية هنا في قطاع غزة، إلا أن المواطنون يحاولون التخفيف عن بعضهم البعض من هذه الأزمات. أقف هنا أمام هذا المحل الذي يبيع الخضروات والفواكه في مخيم النصيرات الذي أتاح للمواطن الشراء عن طريق التطبيق البنكي، أي بمعنى وجد طريقة بديلة عن الدفع النقدي وسمح للناس بأن يشتروا هذه الخضروات والفواكه عن طريق الدفع الإلكتروني الذي لم يعتاد عليه الناس في هكذا محلات تبيع الخضروات والفواكه. هنا في هذا المكان أو في قطاع غزة منذ بداية الحرب والمواطن يعاني من أزمة في السيولة وأزمة نقدية كبيرة بسبب عدم دخول أموال للقطاع، ومن يريد أن يسحب أموال نقدية من البنوك أو محلات الصرافة تكون العمولة مرتفعة جدا. لكن هذا المحل أوجد طريقة للدفع الإلكتروني بديلا عن الدفع النقدي للتخفيف من الأزمة ومن على كاهل المواطن. السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية، ربنا يعينكم. يعني صراحة طريقة جديدة للتخفيف من الأزمة على المواطن، دفع إلكتروني عن التطبيق البنكي بديلا عن الدفع الكاش أو الفلوس والنقود الورقية. شو اللي خلاكم تستخدموا هاي الطريقة في خلال هاي الأيام؟ والله اللي خلانا نستخدم هيك الطريقة أول حاجة بناء على طلب الزباين الموجودين عندنا، ثاني شغلة أن الناس يعني بتعاني من قصة النقد المصاري، السيولة، فيش سيولة في البلد، وأغلب الموظفين بيعرفوش يصلوا البنك ولا يعرفوا يقبضوا رواتبهم. والشغلة الأهم من هيك أنه صارت الناس اللي بتسحب مصاري عن طريق البنك صارت تعاني من مشكلة اسمها العمولة الزايدة 20% و25%. فإحنا لما عملنا الفكرة هذه عملناها بدون عمولة، بيجي بتسوق بيشتري خضرة أو فواكه بدون عمولة ولا شيء. يعني بدل الدفع النقدي الآن صار حبينا نجربها يوم الدفع الإلكتروني، حبينا نجربها لقينا في عليها إقبال فاعتمدناها. متى بلشت بهاي الآلية في هذا المحل؟ تقريبا قبل يومين بلشت فيها، يعني لنا يومين شغالين عليها وفي عليها إقبال كويس، يعني إقبال قوي. طبعا هو الإقبال كون الناس ما في الآن سيولة، ما في فلوس نقدية، أغلب الموظفين بيجي على التطبيق البنكي فلوس إلكتروني، فلوسه في البنك بس مش عارف يسحبها. ففي الحالة هذه هو بتسوق فيها، بيشتري خضرة بيشتري فاكهة إيش ما بده بيعمل. طبعا بتبيعوا بنفس الأسعار فيما لو كان كاش، أسعار النقدي والتحويل نفس السعر، يعني فيش عليها أي نسبة عمولة. طب أنت الآن كتاجر وصاحب محل، يعني الآن أنت بتبيع عن طريق التطبيق البنكي، لكن كيف بتمشي أمورك في حال مثلا بدك تشتري بضاعة من تجار؟ يعني حيكون عندك أزمة ربما في السيولة. في بضاعة بنشتريها نقدي، في بضاعة يعني في تجار برضو ساهموا في الفكرة هذه، احنا قبل ما نخش عليك خطوة يعني عرضناها على تجار، ففي تجار قالوا عادي بنستقبل منكم احنا الفلوس على نظام التحويل. ففي هيك أو في هيك، في نقدي بندفع حقها في نظام تحويل البنك. يعني هل هاي الخطوة من الممكن أن تكون تسبق خطوات أخرى من التجار وباقي المحلات؟ يعني إن شاء الله، وإحنا قاعدين والله بنسعى، بس بدنا نجيب الماكينة تبعت البنك عشان نظام الفيزا والكارت إن شاء الله اليومين الجايين. لكن حاليا التحويل بيكون عن طريق الجوال، التطبيق البنكي الجوال هو واقف عندي هان على الإنترنت على طول بحول. يعني توفر عندك إنترنت موجود؟ يعني أنت موفر كل السبل لتطبيق هاي الآلية والتخفيف من كاهل المواطن. صحيح، ربنا يعينكم. طب ربنا يا رب. الآن أنت هنا، الآن أنت هنا فواكه وخضروات فقط؟ فواكه وخضرة صحيح. هل لك فروع أخرى في النصيرات؟ فرع واحد بس النصيرات، إحنا من أهل النصيرات يعني. لكن طبعا بتأمل انه باقي المحلات يحذو ويسيروا على هذه الخطوة ان شاء الله، كل واضح يعني بخفف من معاناة الناس. يعني ربنا يعينكم ويعين الجميع. يعني هي طريقة جديدة ربما يحاول هذا المواطن او هذا التاجر صاحب هذا المحل
أن يخطو وأن يسير عليها للتخفيف عن كاهل المواطن هذه الأزمة التي أصبحت مستفحلة هنا في قطاع غزة وتعرف بأزمة السيولة، بحيث لا يستطيع المواطن أن يأخذ أمواله من البنوك أو المصارف إلا بعمولة عالية، وبالتالي هنا أصبحت هذه الأزمة عند المواطن أزمة كبيرة، لا يجد أموالا نقدية حتى يدفع إلى التجار أو إلى المحلات التجارية ويشتري مستلزمات بيته من خضروات أو فواكه أو مواد غذائية. لكن هذا المحل التجاري بهذه الخطوة التي ربما تكون خطوة مسبقة لخطوات قادمة من محلات أخرى تستخدم هذا الأسلوب وهذه الطريقة للدفع الإلكتروني بدلا من الدفع النقدي، وبالتالي هنا تخف حدة هذه الأزمة عند المواطن، مما يصبح الحال ربما أفضل بما يخص الأزمة النقدية هنا في قطاع غزة. من داخل إحدى المحلات التجارية من مخيم النصيرات، طلال العروقي.